مش عندك برضو دي في الحالات الفرديه، ما عندكش حاجه في الحالات الجماعيه بتقهر الارقام بقى وبتقهر الحالات الجماعيه الحقيقه. يعني خلونا نقف تحيه وتقدير وتكريم وتقدير لفريق مصري دخل موسوعه الارقام القياسيه، فريق النادي الاهلي للكره الطائره. ما حققه فريق الاهلي للكره الطائره من انجازات في حصد البطولات خلته يدخل موسوعه الارقام القياسيه كاكثر فريق في العالم تحقيقا للبطولات. كنت من فتره بعيده بلح على كابتن رؤوف عبد القادر وهو بيحقق مع كره الطائره بنات انه يخاطب القائمين على موسوعه الارقام القياسيه انه يحقق ويدقق رقم بنات الاهلي في الكره الطائره. سبقوه الرجاله، دخل رجال النادي الاهلي موسوعه الارقام القياسيه كاكثر انديه العالم، اكثر نادي رياضي حقق بطوله. ده مش كلامنا، ده كلام واحد كمان هو رخر موسوعه الحقيقيه، موسوعه شامله في الرياضه وبالذات في الكره الطائره اللي تالق فيها في الفتره الاخيره كاحد اعضاء اللجنه الاعلاميه في الاتحاد الدولي الصديق العزيز الدكتور طارق الادور. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك واهلا بالكابتن الكبير كابتن عادل. الله يخليك. عارف ان انت بتكلمنا وانت على الدائري في العربيه، فاركن يمين علشان ما نعملكش مشكله. انا راكن اهو، انا ما اقدرش اخالف الفروق. ايوه كده بالظبط. قول لي وانت واحد من المدققين الحقيقه الموثقين كمان بثقه، انجاز الاهلي في الكره الطايره للرجال يدخل بيه موسوعه الارقام القياسيه فعلا؟ بالفعل. هو بص، الحكايه دي كنا بدانا نحسبها، هو على فكره في ناس كتير قوي كانت بتطالبني بتقول لي مين هم، يعني كلمه ملوك التلاطي، لان في صراع كده خفت الاهلي والزمالك، وهو كفيل طبعا لانه بيشجع كل الفريقين كل كلا الفريقين على تحقيق انجازات على مستوى العاب الصالات اللي هي الكره الطايره وكره السله وكره اليد. هذه اللعبات معاهم كمان بعض الالعاب اللي بتقام داخل الصالات الاخرى زي الطاوله والعاب كتير قوي بتقام داخل الصالات. ايوه. فكان هناك كتير بيطالبني بتوثيق نتائج هذه البطولات، حتى اصدقاء كتير سواء على فيسبوك او على تويتر بيطالبوني ان انا انشر احصائيه بعدد الارقام، وانا فعلا بجهز هذه الاحصائيه، لكن على وجه التحديد الكره الطايره نظرا ان انا بشتغل فيها وفي اعلام الجهات المختلفه، فكان بالتالي عليا ان انا اوفر نتائج لعبه الكره الطايره سواء على المستوى المحلي الدوري والكاس والبطولات المحليه او على المستوى الافريقي البطولات الحاليه اللي تعتبر دوري الابطال او افضل الانديه ابطال الدوري اللي هي البطوله الاكبر، وكان في زمان بطوله اللي اسمها ابطال الكؤوس كانت بتقام بس تم يعني جمع بطوله ابطال الدوري ابطال الكؤوس الى بطوله الانديه الابطال اللي هي زي دوري ابطال افريقيا كده بتبدا في كره القدم، وكذلك البطولات العربيه والبطولات الاخرى اللي هي كان الناس كلها عايزين يوثقوها ومن بينها كمان البطولات العربيه. فالحقيقه هذه الاحصائيه كانت بناء على دراسه دقيقه جدا لكل قارات العالم، يعني شفنا في اسيا، شفنا في اوروبا، شفنا في افريقيا، شفنا في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، وكمان حتى الاوكيانوس اللي هي لعبه الكره الطايره بعيده عن استراليا مش منتشره فيها قوي. فطلعنا ان الان فعلا تحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بالنسبه للكره الطايره في العالم. في العالم. قارات العالم. يعني النهارده لما نقعد نتكلم بقى ملوك الصلاة ومش ملوك الصلاة، احنا مش بنقول بقى وجهة نظر، ده العالم اللي بيقول ان هؤلاء هم عايزين لعبة في النادي الاهلي هم ملوك الصلاة. طب ده على المستوى الجماعي، لكن اعتقد ان في نماذج ايضا في هذا الفريق حتى على المستوى الجماعي. قبل ما نسيب الجماعي، الاهلي عنده 81 لقب يا دكتور. الاهلي عنده 81 لقب بالظبط، 33 دوري، 21 كاس مصر، و14 بطوله لدوري ابطال افريقيا. هنا بقى عندما نوصل لبطوله دوري ابطال افريقيا او بطوله افريقيا للانديه الابطال على مستوى الكره الطايره، اقف عند حته. الاهلي يحمل ايضا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باي بطوله قاريه على مستوى كل التعبان. يعني مثلا الاهلي هو صاحب الرقم القياسي على مستوى كره القدم، واخد كام دوري ابطال؟ 10. الاهلي معاه ال 10 اللي خدها النادي الاهلي في هذا العام
البطوله الاكبر الاعلى يعني الاهلي 10 وراء الزمالك والمدريد كل منهما واخد 5 القاب. اعلى رقم للفوز بالبطوله دي 10 هو 10. ايوه على مستوى كره اليد اعلى رقم للفوز ببطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري بالنسبه لكره اليد او ابطال الكؤوس اعلى رقم هو ال 12 بطوله اللي عملهم نادي الزمالك. تمام. برضه 16 بطوله اقل من 14. تمام. على مستوى حتى كل اللعبات البطولات الاخرى يعني اعلى رقم لدوري ابطال العالم هو دوري ابطال اوروبا ريال مدريد 13 فقط. أيوة. حتى ال 13 دول اكثر منهم الان الكره الطايره انه عمل 14 مره. يعني انت هو يعني لقب الاهلي كبطل لافريقيا في الكره الطايره هو اللقب الاعلى بين كل الرياضات الاخرى في ابطال القارات. بالظبط كده في ابطال القارات مش بس الصالات حتى بما فيها كره القدم يعني الاهلي في الطايره يعني تفوق على حطيت الالعاب الجماعيه كوره سله يد طائره ياتي الكره الطايره في المركز الاول. بالظبط كده الكره الطايره 14 ريال مدريد في اوروبا على مستوى كره القدم 13 الزمالك على مستوى كره اليد في افريقيا 12 ورا بقى الاهلي حتى في دوري الابطال على مستوى كره القدم 10 لكن تبقى الرقم 14 هو الاعلى على المستوى القاري كل اللعبات يعني ما بين من داخل الرقم القياسي الاهلي بالحصول على 81 بطوله في رقم قياسي اخر جوه هذه الارقام اللي هو ال 14 بطوله بتوع دوري ابطال افريقيا على مستوى الكره الطايره اللي هو اعلى رقم. في ايضا 6 بطولات من انديه ابطال الكؤوس على فكره من اغلب البطولات سميت بابطال الكؤوس توقفت او دمجت في بطوله اخرى واصبحت بطوله على كاس الكاس زي مثلا على مستوى كره القدم بطوله كاس الكؤوس الافريقيه على مستوى كره القدم زي الان يحمل الرقم القياسي بتفوز فيها 4 مرات ديت على مستوى برضه الكره الطايره الان يحمل الرقم القياسي فيها 6 مرات قبل توقفها وده انتهى بطوله ابطال الدوري بطوله واحده اللي هي دوري الابطال النادي الاهلي عنده رقم قياسي فيها ب 14 بطوله. يعني من داخل هذا الرقم ايضا 6 مرات لابطال الكؤوس هو اعلى رقم. من داخل الرقم ايضا 7 بطولات عربيه هو الرقم الاعلى على مستوى الوطن العربي كله مفيش فريق اخر خد بطوله عربيه 7 مرات او اكثر. صحيح. النادي الاهلي برضه هو معاه رقم قياسي في هذا العدد. كم رقم قياسي كده بقى يا دكتور؟ يبقى اولا ال 81 لقب ده اعلى رقم. ايوه. 33 بطوله للدوري ده اعلى رقم في بطولات الدوري. ادي 2 كاس مصر 21 اعلى رقم. 3 14 بطوله في دوري الابطال ده اعلى رقم. 4 الرابع بطوله قاريه على مستوى كل اللعبات. 6 ابطال الكؤوس هو اعلى عدد بطولات الدوري. 5 بطوله 6 6 ابطال الكؤوس 6 وثم السابع هو اعلى رقم في البطوله العربيه. 7 ألقاب او 7 أرقام قياسيه لكره الطايره الاهلاويه. بالظبط كده. منها اللقب العالمي اللي هو ال 81 لقب يتفوق بيه على كل انديه العالم حظا للبطولات في الالعاب الجماعيه. ايوه بالظبط. كانوا حاطين نادي هاوك بالود الكرواتي ده هو الابراهيميين ما شاء الله. بس لما نقصنا بقى عن الارقام بالظبط وبدقه وبدراسه في كل قارات العالم طلع النادي العربي القطري واخد 73 لقب. نادي هاوك بالود الكرواتي واخد 66 لقب. نادي اولمبياكو اللي هو كان مشهور قبل كده ان هو جاي اليوناني 50 لقب. لما درست بالظبط عدد القابه طلعوا 65 لقب. لسه موسكو 60 لقب والهلال السعودي 56 لقب وعلى فكره الزمالك موجود في القايمه ديت في المركز رقم 19 ب 40 لقب. الزمالك ال 19 40 لقب. 40 لقب. والاهلي الاول 81 لقب. 81 لقب. دكتور طارق يعني والله يعني مزيدا من التدقيق هتلاقي كنوز للنادي الاهلي. لا هنتكلم على البيست بلاير او اللاعب الافضل في تاريخ الالعاب الجماعيه بقى. ايوه ده بقى الراجل ده لو سمعت عن ارقامه وعدت ده يستاهل ان انت تركن له على جنب وتنزل من العربيه كمان. انا ركز على جنب كده. انا اقول لك قد ايه الانجاز الرائع العظيم الخالد احمد صلاح. احمد صلاح استفتاء عملته انا شخصيا. بين بعدت عن كره القدم، كره القدم دي حطها لوحدها معلش اركنها على جنب كده لوحدها. ايوه استفتاء بافضل اللاعبين على مستوى باقي التعابات الجماعيه
يعني امسك الاول الطايره في تاريخ اللعبه مين؟ السله في تاريخ اللعبه مين؟ اليد في تاريخ اللعبه مين؟ ففي النهايه انحصرت المنافسه بين لاعبين كلاهما عمل اعلى انجاز على مستوى لعبته في التاريخ، وكان المنافسه حتى الامتار الاخيره لهما موجوده في الصراع على من منهما يحمل لقب افضل لاعب لعبه جماعيه داخل الصالات في تاريخ مصر وافريقيا. في التاريخ مين ومين؟ احمد صلاح ومين؟ احمد صلاح وبلعبه ثانيه احمد الاحمر في كره اليد. احمد الاحمر لاعب الزمالك في كره اليد. لاعب الزمالك في كره اليد ولاعب منتخب مصر الوطني. تمام. طبعا نجم كره السله بالمناسبه عندنا محمد صلاح نجم العالم يعني لو عايزين نلخص نقول ان كابتن احمد صلاح هو اسطوره الاساطير. احمد صلاح اسطوره. شوف ضمن المنافسه الثنائيه بينهم، احمد صلاح عمل 53 لقب بمفرده كلاعب سواء مع النادي او مع الانديه اللي بعتها كمحترف، هو احترف في روسيا واحترف تركيا او مع المنتخب الوطني 53 لقب. ايه بقى الصراع اللي بينه وبين احمد الاحمر؟ احمد الاحمر انهى مسيرته الدوليه ووصل برصيده في البطولات الى 47 بطوله. يعني احمد الاحمر عنده 47 لقب مع النادي والمنتخب والانديه اللي احترف فيها، واحمد صلاح عنده 53 لقب بنفس الكيس. بالظبط. احمد صلاح بقى عنده 13 بطوله للدوري. شوف حسام عاشور عنده 13 في الميزان مع المنتخب صلاح خد ست رقم ده ست بطولات متتاليه كاس امم افريقيا. لم يحدث ان فاز منتخب بست بطولات متتاليه كاس امم افريقيا على مستوى كل اللعبات الا الكره الطايره، ولم يكن موجودا لاعب واحد كان عضو المنتخب الوطني في كل البطولات السته الا اثنين، والاثنين ينتجوا للتدريبات احمد صلاح وعبد الله وعبد الله كمان الاسطوره لوحده. معاهم بقى بطوله دور العاب البحر المتوسط وبطولتين قبل تنجيم اللي هي دور الالعاب الافريقيه كانوا 2003 و2007، وعندهم كمان ثلاث بطولات عربيه على مستوى منظمه الالعاب العربيه. تجمع دول ال 19 الى ال 41 مع الانديه يطلع ال 53 لقب لاحمد صلاح يتصدر بيهم العالم. وربما كان الانجاز صلاح احمد صلاح يا دكتور طارق انه في معظم البطولات اللي شارك فيها تقريبا بياخد احسن لاعب او بينافس بقوه. واخد احسن لاعب 14 مره. وده برضه رقم قياسي ولا في حد بينافسه فيه؟ حد خد افريقيا ولا في العالم 14 مره لقب احسن لاعب؟ ده غير ايه بقى؟ كمان 8 مرات هو احسن مهاره معينه، ساعات احسن
يعني المباريات الاخرى تجمعهم يطلعوا 22 مره هو اثنين احسن اللاعبين في اي بطولات، وده رقم قياسي اقل من كده. وده ما حصلش لاي لاعب في اي لعبه جماعيه في العالم. في العالم، حتى احسن لاعيب العالم ممكن يكون طلع مثلا ثلاث مرات احسن لاعب في بطوله عالميه عند بلده مثلا خمس ست مرات، لكن ما فيش اقرب رقم هو 16. لاعب روسي كان اسمه ايفانوف، ده كان بيلعب في مركز ثلاثة وكان لعيب مميز جدا، خد 16 مرة سواء مهارة أحسن بلوك أو أحسن استبدال أو أحسن أي مهارة تانية أو أحسن لاعب بشكل عام. أحمد الأحمر وهو صاحب إنجازات كبيرة برضه في كرة اليد، ما سبقش لهم مع الأندية اللي احترف فيها أخذ بطولة دوري أبطال أوروبا؟ خد، بس خلي بالك إحنا بنتكلم على اللي هو احمد صلاح خد دوري ابطال اوروبا مع النادي كان محترف روسيا، لكن خد كام؟ المجموع ككل. هو احمد الاحمر ككل في كل البطولات مع الزمالك 47 يلا راح 47 وصلاح 53 شكر، كل الشكر ليك. في حاجه، وهل عالميا يا دكتور في اي مقارنه في الميزان النسبي ما بين كره اليد والكره الطايره؟ يعني ايه مش فاهم تقصد ايه؟ حجم شعبيه اللعبه، حجم تاثير اللعبه، حتى القيمه التسويقيه للعبه؟ لا هو بص، عشان بنقارن بين لعبتين مختلفتين، فكره اليد هي لعبه اكثر شعبيه في بعض الدول. ايوه. الكره الطايره اكثر شعبيه في الدول الاخرى، بس الدول الشعبيه للكره الطايره اكثر شويه. ليه؟ لان كره اليد مركزه اكثر في اوروبا وفي الدول زي عندنا كده. مثلا لما تروح البرازيل عندهم امريكا اللاتينيه الطايره عاليه قوي فيها طبعا. بالظبط. عندهم الارجنتين عندهم الكره الطايره اكثر من اليد، رغم السلسله الدوليه الارجنتين والبرازيل. فحجم انتشار اللعبه وقيمه اللعبه الطايره اشمل. بالظبط. المجال الجوي بقى بتاعها. ايوه بالظبط. شاكرين جدا يا دكتور، اسعدتنا واثرتنا بالمعلومات. وقبل ما نطلع فاصل بس عايز اقول كلمه للدكتور طارق، ولا لا؟ الدكتور طارق شكرناه، شكرا جزيلا يا دكتور طارق، وعايزينه يتحرك بالعربيه، يلحق يتحرك بقى. شكرا جزيلا للمركز الرياضي الموسوعي الدكتور طارق الادوار. بالتاكيد على قد فخرنا احنا كاهلاويه بان اسطوره الاساطير يطلع من النادي الاهلي الكابتن احمد صلاح، لكن ايضا احنا كمصريين كلنا علينا نفخر ان التنافس مع لاعب مصري اخر. ايوه، المنافسه كانت بين لاعب كره احمد الاحمر واحمد صلاح. احمد صلاح في الـ في الـ في اليد، هو لاعب كره اليد حقيقي حسام. ده انجاز مصري كمان، مصري زي ما تيجي تقول ايه الاهلي والزمالك في نادي القرن في كره القدم او الوصيف حتى لحد النهارده. أيوة. في مجمل في ال 21 لا، لكن في المجمل الاهلي والزمالك ما زالوا هم اللي بيتصدروا.